الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة عائلة مروة عبد العزيز. لما رجعنا لكم فيديو جديد من بعد قطعة. أنا لمعة. رجعنا لكم من بعد قطعة كم؟ ما أدري والله. شهرين. الشمس سكتنا وحنا نفسي وظروف عادي. طبعاً أنا غيرنا. طبعاً أنا غيرت. شوفوا ولا ما يوضح ما يوضح. هذا هذا هو. أوه كبير مرة. شوفي جاي مني. سكي يا شمس. طبعاً يا جماعة طبعاً الشمس والنهار إنه كبير وكبير. والعين نديد نعلمكم يوم الأبلة يوم لا يوم الأسد يوم الأسد أوكي يوم الأسد ولا الأسد ها يوم الأسد أوكي يوم كذا صرت أول يوم مدرسة عندي يوم الأسد أول يوم أستاذ أوكي أول يوم أستاذ يا جماعة تصور أنتي تدرسين حضوري ولا هاي يلا بنروح استني معنا صحاب الكيوت زعندودة دنين انتوا وين طلعتيننا طلعتيني من امام صح الله يلا ليش رحنا عندهم اسالك سؤال يسحب صور دي سدحت لا قوية أنا بقول فش كثير ناس تسأل إيش فكرة هذه القناة وإيش فايدتها. هذه القناة اسمها عائلة مروة، ننزل فيها تحدياتنا تكتكاتنا كواليسنا وهذه الفيديوهات اللي ما ننزلها بالقناة الرئيسية. وأهم شيء بين هذا كله الأشياء اللي تخطر ببالنا طيب إن نصورها حنا بأنفسنا وننزلها لكم، يعني بتشوفون إبداعنا إحنا يا القروب بهذه القناة، يعني من ناحية تصوير أفكار من غير مساعدة أي أحد، لا من أمهاتنا ولا من مروة. هذه القناة خاصة فينا إحنا، نصور فيها يومياتنا وإبداعنا حنا بالأفكار والتصوير وكل شيء.